مرتفع جوي شديد يضرب اليمن ودعوة مهمة للمزارعين وفلكي يدق ناقوس الخطر. إليكم كل التفاصيل. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. حذر الفلكي اليمني أحمد الجوبي عن تعرض اليمن لمرتفع جوي شديد وتقلبات حادة في الطقس مع دخول أولى ليالي العشاوي الأخيرة. وقال الفلكي الجوبي إن الليلة أولى ليالي العشاوي الأخيرة ولازالت اليمن تتعرض لمرتفع جوي مقداره 1018 ملي بار ودرجات الحرارة مستقرة حتى الثلاثاء القادم. وأوضح أن العشاوات هي عشاوي أولى وعشاوي أخيرة مدتها قريبا من الشهر، تتميز بقوة الضريب فيها داعيا المزارعين إلى حماية محاصيلهم. وأشار الجوبي إلى أن يوم الأربعاء القادم هو أول أيام شهر جمادي الأولى عام 1445 هجري ويعتبر شهر اقتران 13. وأشار الفلكي اليمني إلى أن الأجواء لليوم الاثنين ستكون صحوة إلى غائمة جزئيا مصحوبة برياح سرعتها 11 كيلومترا في الساعة. وأفاد الجوبي بأن أعلى درجة حرارة نهارا 25 درجة مئوية وأدنى درجة حرارة ليلا 8 درجات مئوية، فيما مقدار الرطوبة في الصباح الباكر 75%.